من مرج عيون جنوبية لبنان مراسلتنا دارين الحلوي. أهلا بك دارين، يعني ميدانيا ما هو الجديد وأيضا الرسائل السياسية التي أطلقها نصر الله خلال يعني كلمته التي ألقاها قبل قليل؟ لم تحمل الكلمة مواقف جديدة أو استثنائية، باستثناء يعني ما ورد عن موضوع الدبابات الإسرائيلية عندما توجه الإسرائيليين قائلا بأنه إن دخلت الدبابات الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية فلن يعود هناك دبابات، وليس فقط سوف يكون هناك نقص في عدد الدبابات كما سمعنا في الساعات الماضية من تصريحات على ألسنة مسؤولين في إسرائيل يتحدثون عن نقص في الدبابات طبعا بسبب الحرب في غزة. أيضا واحدة من قواعد الاشتباك التي وضعها حزب الله أو تحديدا أمين عام حزب الله في الكلمة التي ألقاها اليوم لمناسبة 10 من محرم بأنه إن كان هناك استمرار لاستهداف المدنيين فإن حزب الله سوف يستهدف مستوطنات جديدة لم يستهدفها سابقا على أساس قاعدة الدم بالدم. هذا الرد من قبل نصر الله يأتي بعد ساعات من مقتل 5 مدنيين بينهم 3 أطفال من التبعية السورية وشخصين آخرين أيضا من التبعية السورية قتلوا بالأمس بسبب الغارات الإسرائيلية. الأطفال 3 قتلوا وكانوا في منزلهم بغارة استهدفت بلدة أم التوت في القطاع الغربي، وشخصين أو شابين آخرين من ما يحملان الجنسية السورية تم استهداف دراجتهما النارية في القطاع الشرقي تحديدا على طريق الخردلي. بالطبع رد حزب الله على هذه الاستهدافات عمليات عديدة شنها حزب الله بعد ظهر أمس، واستهدفت عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية تحديدا في محيط ميرون كان هناك استهداف لمستوطنات لم يتم استهدافها سابقا في محاولة لردع إسرائيل عن هذا الاستهداف الاهدافات التي تطال المدنيين، ويعني التهديد بأن بإمكان حزب الله تنفيذ أو دفع مزيد من المستوطنين والإسرائيليين في الشمال للنزوح نحو مناطق داخلية أكثر أمنا. والجميع يعلم يعني أن موضوع النزوح بات يؤرق إسرائيل وبات يؤرق يعني الإسرائيليين على اعتبار أن هناك إخفاق في تأمين الحماية والأمن لهم على طول المناطق الشمالية الحدودية مع لبنان. لا شك أن هذا الموضوع سوف تكون له تداعيات في الساعات المقبلة، ويعني علينا أن نرصد ما إذا كانت إسرائيل ماضية في شن هجمات نحو أهداف محتملة، لأن الأسابيع والأشهر الأولى للحرب كانت إسرائيل تستهدف أهداف محددة، اليوم هناك تطور جديد هي تستهدف أهداف محتملة، ولذلك هناك خسائر تسجل ضحايا يعني يسقطون في صفوف المدنيين في هذه الحرب، وهذا ما لا يريده حزب الله لأنه بالطبع سوف يشكل عامل ضاغط أيضا على استمرارية هذه الحرب التي يعلم الجميع أن لا أفق لها. وقال نصر الله بأن هذه الحرب مستمرة طالما أن هناك حرب في قطاع غزة. طيب دارين، بالنسبة لتوجه الجيش الإسرائيلي الذي رصد سواء من خلال عملية استهداف محمد الضيف أو غيرها من العمليات السابقة، توجهه لاستهداف القيادات والقيادات الكبيرة بصرف النظر عن ما يسميها بالخسائر الجانبية أو الخسائر المدنية، هل يلقي ذلك بظلال أيضا على طريقة أو تكتيك عمل حزب الله على اعتبار بأنه أيضا قياداته كانت مستهدفة من قبل الجيش الإسرائيلي؟ بالطبع قيادات حزب الله وحتى مقاتليه وعناصره العاديين هم مرصودون من الجانب الإسرائيلي بشكل دقيق وكبير، وهذا ما يفسر وجود المسيرات بشكل مستمر فوق أجواء القرى الجنوبية وحتى القرى الداخلية في جنوب لبنان وصولا إلى داخل لبنان، وهذا أيضا ما يفسر استمرار حزب الله طيلة هذه الأشهر من الحرب باستهداف الأجهزة التجسسية والرادارات التي يستخدمها الإسرائيليون على مواقعهم تحديدا الأمامية والمتقدمة، وهؤلاء يدركون أن إسرائيل ماضية في هذا المسلسل مسلسل الاغتيالات لأنه يعني الأقل كلفة عليها على اعتبار أو على أساس قاعدة الاشتباك التي تقول يعني أهداف عسكرية مقابل أهداف عسكرية، كل مقاتلي ومسؤولي حزب الله هؤلاء أهداف عسكرية بالنسبة لإسرائيل، لذلك
تتيح قواعد الاشتباك لها بأن تستهدفهم من دون أن تكون هناك تداعيات كبرى عليها على غرار استهداف مثلا المدنيين أو يعني الضرب في عمق الجنوب اللبناني وحتى عمق البلاد. هؤلاء يعني لديهم إجراءات خاصة، إجراءات حمائية خاصة. واحدة من نقاط الضعف لدى حزب الله والتي كلفته يعني فاتورة كبيرة لجهة الخسائر البشرية في عداد مقاتليه ومسؤوليه كانت الإجراءات الحمائية لعناصره ومسؤوليه. بالطبع بدأت بالطلب منهم عدم استخدام الهواتف الذكية وصولا إلى عدم استخدام الهواتف بشكل نهائي، لكن لا شك أن هناك تدابير خاصة لجهة تحركاتهم، لجهة قدرتهم على رصد المسيرات. هؤلاء عادوا إلى استخدام الاتصالات البدائية جدا المرتبطة بالهواتف الحقلية التي تتيح الاتصالات لمجموعة صغيرة جدا من الأشخاص، لا يعني يصعب على الجانب الإسرائيلي على الأقل رصدها وتعقبها. نعم. بالإضافة إلى استخدام أجهزة وصلت من إيران تتيح لهم التأكد مما إذا كان هناك إطباق عليهم من قبل مسيرة ما، وتنبههم إلى ضرورة إخلاء طبعا السيارات التي تكون ملاحقة من قبل المسيرات الإسرائيلية. شكرا جزيلا دارينا الحلوي مراسلتنا من مرج عيون.